ماذا عن الاطفال دكتور؟ نعم الاطفال يعني الاطفال مباشره ليس عليهم حساب اصلا اشلاء مقطعه هذا المشهد يعني ما الحكمه؟ كيف نفهم وجود مثل هذه الشرور في الكون؟ على كل حال هي هذه قوانين الحرب. بالنسبه لقانون المسلمين للحرب عند المسلمين لا يقتل فيها طفل ولا امراه ولا شيخ ولا عجوز وانما يقتل اولئك الذين يشاركون مباشره في الحرب. لدى المقاومه ربما وهذا لا نشك فيه قدرة هائلة على قصف المدنيين وقتل الناس والابرياء، لكن الاسلام يمنعهم من ذلك، الاسلام لا ي... الذي يحدث من قتل الاطفال والنساء هو شهادة فصيحة على ان العدو المحتل لا يحمل قيمة اخلاقية، وليس صاحب رسالة، وليس صاحب حق، لا يتالم لاولئك الموتى، لماذا؟ لانهم يعتبرون قتل الناس والاطفال مصلحة تحقق لهم غاية عليا، ومنذ ميكافيلي الذي يقال بان هرتزل تاثر بقراءته لكتاب الامير لميكافيلي، قرروا بان الغاية تبرر الوسيلة، وان الانسان الذي يريد ان يحقق سيطرة على العالم، عليه ان يشطب كل احساس بالالم ازاء الافعال غير الاخلاقية. فالحاكم الذي يريد ان يسيطر عليه ان ينطلق من مبدا الغايه تبرر الوسيله وان لا يلتفت الى اي قيمه اخلاقيه فهذه شهاده يعني عليهم وايضا برهان لنا نحن المسلمين بان هذا العدو المغتصب لا يصلح ان يحكم العالم ولذلك في الخطابات السياسية التي تستمعون إليها اليوم قبل فترة إزاء الحرب الأوكرانية الروسية من أن العالم سيكون بسلام وأمان إذا من انسحبت روسيا من أوكرانيا وأن هناك تدمير للعدالة وللأمن للأسف الشديد أصبح اليوم على المحك وهذه براهين لنا جميعا في أن تلك الخطابات السياسية ليست صادقة لأن هذه الدول تنطلق من مبدأ البراغماتية الفلسفة التي ترى أن صدق الأخلاق محكوم بمصلحتها فإذا كان الكذب يُحقِّق مصلحة فهو جيِّد، إذا كان القتل يُحقِّق مصلحة فهو جيِّد، إذا كان الطفل، وليس هذا غريبًا، هذا منذ زمن بعيد العمانيون تعرَّضوا لما هو أكثر من هذا، يقول الدكتور عبد الرحمن الصميط عثر على وثائق عن البرتغاليين الذين سيطروا على شرق إفريقيا ووجدوا مجموعة من العمانيين أخذوا الطفل ونصبوا الرماح كل جندي نصب رمحه وثم يامر واحد بان يلقي الطفل فاي طفل فاي رمح يسقط فوقه الطفل فهو القائد الاعلى فهو المتفوق ويصفقون له اضافه الى ذلك وجد في الوثائق ايضا انهم ياخذون الطفل فيأخذه الجندي من هذا الصوب الجندي من هذا الصوب ثم يندفعون في اتجاهات مختلفه فيتمزق بين ايديهم وهم يضحكون في كتاب مجزره الهنود الحمر للاس كازاز قرأت الكتاب هذا كاملا يقول ذلك القسيس الذي شاهد تلك المجزره التي وقع لها يقول قتلوا مليارا من الهنود الحمر بحساباته هو وابشع منظر كان الواحد منهم عندما يربط ويتألم يأمر القائد بأن يشوى على النار بأن يوضع على النار ويقوم الجنود بتحريكه فإذا قال اه يقول القائد ازعجني لا استطيع ان انام ضعوا في فمه حجرا هذا يكتبونه بانفسهم فليس غريبا عليهم هذا التمزق نحن نشعر بالاسى ونعلم ان اولئك الاطفال والرجال والنساء والشهداء يذهبون الى الجنه وذلك هو تسليه لنا نحن المؤمنين وعلينا ان لا يوقفنا هذا ولا يرهبنا فمنظر الأشراء الاشلاء يدفعنا الى المطالبه بقضيتنا ولا يعيدنا الى الوراء خوفا وجبنا ورعبا لاننا اذا خفنا وتراجعنا فاننا سنكون التالي في ظل عالم لا يعترف بالرحمه مطلقا